يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برعايته المباراة النهائية التي تقام على كأس سموه بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي القادسية الرياضي. وقد أناب سموه حفظه الله معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري لحضور المباراة النهائية في الساعة 7 مساء اليوم الثلاثاء على استاد جابر الأحمد الدولي.